بنحضر الفاهيتا، قلينا البصل، شو حطينا له؟ اوريجانو، حبق، ملح فلفل، قلينا. هلا عم نقلي الخضرة، ليش ليش؟ واحدة فليفلة حمرا، واحدة خضرة، فطر. هون بنحضر الدجاج، خضرين دجاج، قطعناهم شرائح شرائح، حبيتهم معاهم بالضبط شرائح. شرائح دجاج مع ملح وفلفل وحبر وثوم. لسه ما حطينا الصوص، الصوص الأخير. هيك الخضار صارت جاهزة معنا. هلا عم نكمل الدجاج، ننزل الدجاج. وهلا هيك نقلنا الدجاج هالمكان التتبيلة. تفضلي، حتى بلا غطا على نار قوية، نبلش نحرك. صويا صوص، حطينا البصل والدجاج. حطينا الخضار، الفلفل الحمرا والخضرة مع الفطور. الأكلة غير شكل. هلا بنحط صوص الباربيكيو، يعطي نكهة كثير لذيذة. هلا بنحط صويا صوص، حط معلقتين صويا صوص كبار، والتالتة للي بحب النكهة اللي حسب الرغبة. هلا نحرك المكونات كلها مع بعضها. شلون نكون فيها؟ شلون نشفي؟ ليه؟ ايوه. شوف شلون بنكبر 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 بنكبر. هيك صار الطبق جاهز، نرش عليه الأشقوان حسب الرغبة.